انتقل إلى رحمة الله مسؤول الإرسال المتقاعد بمحطة وهران الجهوية للتلفزيون الجزائري عثمان غمري، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وعمال المؤسسة العمومية للتلفزيون، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده في جنات النعيم وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.